Her Royal Highness Princess Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, wife of His Majesty the King and Chairperson of the Supreme Council for Women, is the patron of numerous initiatives that contributed to the flourishment of Bahrain on many levels during the past two decades. Throughout the years, Her Royal Highness's endeavors to enhance the quality of life of the people of Bahrain have been visible and received worldwide recognition. By contributing to the development of many fields such as women and youth empowerment, culture, arts and heritage, environment and agriculture, various achievements were accomplished thanks to the support of Her Royal Highness. One of the remarkable initiatives that were launched by Her Royal Highness is the National Initiative for Agricultural Development. This is the Palm Tree Festival, a two-day cultural event that aims at encouraging and supporting the local production of all palm tree products, including the various types of dates known for their quality and taste in Bahrain and the region. Held at the farmers market in Hurat Ali, the festival featured a number of entertaining and cultural activities with the participation of a group of Bahraini farmers, companies, productive families and handicraftsmen, exhibiting and selling products extracted from the palm trees. طبعا احنا مصنع سعف النخيل. السعف النخيل من النخلة. طبعا بحرين معروفة بالنخل. فنستخدم السعف. إذا يبس السعف نستخدمه. نطبخه. نحطه في خلاط. فمميز فيه ان احنا نسوي منه الورق ونسوي منه منتجات ثانية. فنستخدمه كورق تلوين كدفاتر نسوي منه حاجات كثيرة سوينا منه مثلا عندنا الميداليات حصالات في أشياء لحد الحين ما عرضناها إن شاء الله تيونا وزورونا وشوفون فإحنا حابين الناس تعرف شنو إحنا نسوي من العجينة مالت ورق من سعف النخيل إحنا نستفيد طبعا في ناس ما تدري شنو استخدامات سعف النخيل في ناس تحرقها يعني مثلا في بعض المزارع يصير عندهم الشجر يابس او النخل ناس تحرقه ناس ترميه فيعني احنا قاعدين نعيد مال الاول اول كانوا يستخدمونه لصناعه مثلا السقف البيوت او للطبخ فاحنا ما نبي نحرقه او نرميه فنستخدمه استخدامات تنفع للجيل المستقبل ان اطفالنا يعرفون شنو كنا نسوي من سعف النخيل او النخله نفسها شلون احنا نقدر نستفيد منها احنا نساهم في تدريب الاطفال نعطيهم الاطفال فكره ونعطي الاسر فكره عن النخله عن سعف النخل احنا شلون نقدر نستفيد منها والاطفال شلون يقدرون نستفيد منها طبعا لنا فخر ان احنا قدرنا نسوي منتج يستخدمونه العالم بدل رمية يعني نفتخر بهالشيء ان احنا عرفنا للعالم انهم يستفيدون منا كورق نستفيد منه نرسم عليه طبعا ورق السعف النخيل يساعدنا في مدخول كمنتج الناس اللي تجينا الزوار من برا البحرين الاجانب يستغربون من ان احنا ننتج من النخلة نفسها أوراق ونشتغل عليها نماذج كثيرة السعفة يابسة ناخذها جافة مو طرية بعدين ناخذها نطبخها 8 ساعات تقريبا بعدين نحطها في خلاط يسويها عجين لما يسويها عجين احنا هني نستخدمها نصنع منها اللي هي هذه الورقة نقدر نسوي منها العجينة نفسها مجسمات مختلفة سوينا منها ميداليات سوينا منها مجنوم للثلاجة سوينا منها حصالات دفاتر كروت بوك مارك وإن شاء الله مستقبلا نشوف أشياء جديدة نستخدمها العجينة لأشياء جديدة دي أول مشاركة لنا في مهرجان خيرات النخلة
مهرجان جدا ممتاز وجيد، بحيث ان احنا استطعنا ان نعرض جميع منتجاتنا الموجودة عندنا، والمنتجات كذلك المميزة منها البثيثة ومنها الرنجينة وآيس كريم التمر والأشار التمر كذلك. أهم منتجاتنا عندنا آيس كريم التمر، آيس كريم الرطب كذا اللي نحن نصنعه بواسطة الرطب الخلاص، أهم ميزة فيه الرطب الخلاص بحريني، فلذلك جدا ممتاز، ومن سنتين أنا نزلته في سوق الباسطة، أقبال عليه ممتاز، الأقبال عليه جدا ممتاز وناجح 100%. كذلك عندنا الرنجينة البحرينية بالرطب الخلاص، أقبال عليها جدا ممتاز، اليوم سوينا كمية وخلصت. وعندنا كذلك البثيثة البحرينية اللي هي يعتمد فيها على التمر والطحين المحمص والسمن البلدي، كذلك سوينا كمية ونفذت الكمية، ما باقي منها إلا حبة واحدة. منتجاتنا كلها بيتية، صناعة بحرينية احنا نصنعها، والله منتجاتنا يعني هي شعبية بحرينية، اللي يقوم بتصنيعها ايادي بحرينية وطنية، القيمة الغذائية جدا ممتازة، الطعام جدا ممتاز، بس ما حاولنا نصدره لبرا، منتجاتنا محلية. التمور اللي احنا نصدرها ان احنا نستوردها من برا من الخارج ونبيعها، كذلك عندنا تمر اسم المجدول، هذه التمر يتميز بأنه سكره جدا خفيف، وكذلك عندنا سكر التمر منتج جديد نزل في الأسواق العالمية برا، نستورده ونبيعه على الناس، سكره جدا خفيف. It makes a really good impact about the Bahraini culture and the other brands that are taking part of the farmers market today and tomorrow. I'll give you a little brief about our brand. It's called Merari. So the owner herself, she's not here, so I'll be speaking on her behalf. She's Sheikha Latifa. So she made her brand because she had the love for photography, especially photographing for the Bahraini nature, plants, and other. So Sheikha Latifa, she had a passion for photography, so she turned this passion into her own business. She took pictures of Bahraini nature, for example, palm trees, dates, mashmoum, ward Mohammadi. So most of the things, we produce them here in Bahrain and others in America, such as cushions, trays, coasters, notepads, and stationery. So we want to show the world more about Bahraini nature and البيئة البحرينية. How is it? To show the people that, you know, we do have more than one kind of palm tree, more than one kind of flower, fruits, for instance. So this is a way to, you know, express our message. Well, we have promoted several places. We have done it also in the garden show. It is really an honor to be here and to represent this brand as well, because it holds a big name for Bahrain itself as well. Kanemuchi started in February 2018, and the main start was in the street festival, and then of course into the Bahrain Food Festival, which was the biggest event we've ever participated in. We started in here actually since day one of the farmers market, and then because of the event, I mean, other than the Japanese mocha ice cream which we served the ripe dates milkshake, which is in regard to the summer, and due to the limited quantities of the ripe dates, so we cannot introduce this for a long term, so it's only here for summer. And we introduced as well the dates cake, which has to do with the palm tree as well. Kanemuchi, actually, we were thinking about a business, something unique. I mean, not like looking for something which is already available in Bahrain. I'm not saying it's not available, it is available, but not in this varieties. We actually started with 12 flavors in February 2018. Food festival, we increased it up to 16, and now we have 20 plus. So we are still going up to 30, but we're just introducing everything step by step. Actually, we are two partners. The main idea is mine. And of course, I mean,
I brought the idea from abroad, and then with my partner we just had a lot of ideas from both sides, and it worked out like this. Business is good in Bahrain, honestly speaking, especially in events. You can see the difference. It's a summer now, people are out of Bahrain, which the market is slow. We understand that, it's normal. But the market is good in Bahrain, but people have to try something different, not like just copying other businesses. Bring something unique, you'll see the customers coming. Actually, this is an only initial start. We are working on our first branch, which will hopefully be somewhere in Sif area, which we'll announce soon. And that will be the first main branch, and we'll keep on having the farmers market branch. As well, we are looking into going wider with that. The concept will be a bit different. Main product will be the mochi ice cream, but of course it will be a cafe then. It's not only mochis. We'll be having like a lot of other things. For whoever doesn't know it yet, I would say come and try it once and you will definitely come back again. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم طبعا في مهرجان الرطب، راح نتكلم عن اللي هو جميع اصناف الرطب الموجوده في البحرين. من اجود طبعا الانواع الموجوده في البحرين من الرطب اللي هو الرطب الخلاص والبرحي، وهناك بعد في اصناف بعد جيده مثل اللي هو الخنيزي والخواجه وطبعا اللي هو الحاتمي، وفي اصناف بعد الغره والتشيرات وانواع اخرى كثيره يعني موجوده في البحرين. طبعا هناك في بعض المزارع في البحرين طبعا تتوفر فيها بعض الفاكهه، اصناف من الفاكهه، بس الحين طبعا الوقت هذا بيكون الجو حار ما تتوفر كل الاصناف. بعض الاصناف الموجوده أكثر شيء طبعاً في فصل الشتاء بتتوفر دي الأصناف، مثل الخضار المعروفة يعني في البحرين. طبعاً البزنس هنا الحمد لله يعني ماشي، بس يحتاج إلى طبعاً تشجيع من قبل يعني المسؤولين، وهم طبعاً مو مقصرين يعني قاعدين يشجعون المواطن أنه يعني يزرع ويبذل جهد ويجني ثمار ما يحصدها يعني. الحمد لله يعني بدأت الحين بعض المزارعين تنتج أصناف ممتازة يعني الحمد لله، وهذا شيء إن شاء الله راح في المستقبل راح يعني يزيد الإنتاج المحلي للبلد. الحين في طبعا إقبال الحمد لله كويس يعني، الحمد لله بدأت يعني الناس تتفهم تحب دائما الأصناف المحلية يعني، تحب الصنف المحلي، وبدأوا يعني دائما في زيارات الى مثل هذه المهرجانات على اساس يتعرفون على هذه النوع من الاصناف المحليه. والحمد لله يعني لا زال يعني في اقبال يعني جيد على